السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كيف بدأ الخلق. وحديث اليوم هو حديث القلم. القلم هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل من هذا العالم، كما يعني قلنا من قبل، أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم، فقال في سورة القلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. فأقسم الله عز وجل بالقلم، ومن القسم نعلم عظم المقسوم به. فالله عز وجل أقسم بالسماء، وأقسم بالشمس، وأقسم بالعصر، وأقسم بالضحى، وكل ما يقسم الله عز وجل به فهو عظيم. وفي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جبريل عليه السلام فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والإنسان على قول بعض المفسرين في هذه الآية هو آدم عليه السلام، فكما نقرأ في سورة البقرة قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فآدم عليه السلام هو الذي علمه الله عز وجل، وعلمه بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: ما اكتب؟ او قال: ربي ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قال: وعرشه على الماء، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فخلق الله عز وجل القلم دلاله على القراءه والعلم والمعرفة. وإن الله عز وجل دعانا في أول كلمة نزلت من القرآن إلى المعرفة، فقال: اقرأ. والله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. والله عز وجل سبحانه هو الكاتب الذي كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في هذا الحديث: كتب مقادير عباده وكتب مقادير خلقه في هذا الكتاب العظيم المكنون المبين، ألا وهو اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل كل شيء، حتى أن الله عز وجل يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام الساعة. واللوح المحفوظ لا نستطيع ولا يستطيع مخلوق أن ينظر لما فيه، ولكني أقول لك: إذا أردت أن تقرأ في اللوح المحفوظ فافتح القرآن واقرأ ما فيه، فإن القرآن نزل من اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتابة التي كتبها الله عز وجل نوعان: كتابة لا تتغير ولا تتبدل، وكتابة قد يغيرها الله عز وجل ويبدلها
بمشيئته سبحانه. فيقول الله عز وجل: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأم الكتاب هو اسم من أسماء اللوح المحفوظ. أما الكتابة التي لا يغيرها الله عز وجل ولا يبدلها، فهي كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. فلله الحمد والمنة أن رحمته سبقت غضبه، الحمد لله رب العالمين. ولكن تعالوا بنا لننظر إلى الكتابة التي قد تتغير وقد تتبدل. يقول عنها فضيلة الشيخ سيد طنطاوي في تفسيره الوسيط: يمحو الله تعالى ما يشاء محوه، ويثبت ما يريد إثباته من الخير أو الشر، ومن السعادة أو الشقاوة، ومن الصحة أو المرض، ومن الغنى أو الفقر، ومن غير ذلك مما يتعلق بأحوال خلقه. وعنده سبحانه الأصل الجامع لكل ما يتعلق بأحوال الكون، يقصد اللوح المحفوظ. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قول الإمام الشوكاني رحمه الله: وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر، ويبدل هذا بهذا، ويجعل هذا مكان هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك فإن الله تعالى يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والأثر هو الذي يتركه الميت بعد موته من عمل صالح أو عمل طالح، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص أن يترك من العمل أو يترك من الأثر الأثر الصالح والذكرى الطيبة، ولا يترك الأعمال الطالحة، ولا يترك العمل الفاسد، ولا يترك أثرا من العمل الفاسد فيظل يكتب عليه إلى يوم يلقى الله عز وجل. خلق الله عز وجل خلقا أمرهم بكتابة أعمال عباده، وهم الملائكة الكرام الذين يقول الله تعالى فيهم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في هذه الآية دليل قاطع أن ما يتلفظ به الإنسان يكتب عليه من خير أو شر، فأيما قاله كتب، لأن الآية قاطعة بهذا الأمر. بعض المفسرين وبعض السلف قالوا أنه يكتب الأشياء التي ينبني عليها الحسنات والسيئات، أما قوله أكلت وشربت وذهبت وعدت فهذا لا يكتب، وهذا قول بغير بينة، هذا الكلام قول بغير دليل من القرآن أو من السنة، لأن الله عز وجل قطع بهذا الأمر فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولو أمعنا النظر في الكلام الذي نقوله لتبين لنا أن الذي نقوله لا يخرج عن كونه خيرا أو شرا، فإما نقول كلاما طيبا يجازينا الله عز وجل عنه بالحسنات، حتى في الكلام الذي يقولون عنه أكلت وشربت وذهبت وعدت، فإن كان يتحدث بنية طيبة ويقصد بكلامه شكر نعمة الله عز وجل وتوضيح أمر
للسامعين أو إرشادهم لخير أو أن يقص عليهم حدثا حدث معه فهو من العبرة والعظة. كل ما يقوله الإنسان ينبني عليه الخير والشر. فنحن نرى بعض الناس حتى في مزاحهم مع بعضهم البعض يتحدثون بألفاظ لا تليق ويظنون أن هذا من المعفي عنه، وهذا كلام باطل، بل إنه ما يقول من كلمة إلا وتكتب عليه. وأنا يعني من هذا المنطلق أذكر أحبابي أنه لا ينبغي أن نتحدث بألفاظ أو بكلام أو بسب أو بلعن، هذا الكلام الذي لا يليق، وهذا الكلام ستقف بين يدي الله عز وجل وستقرأه بأم عينك وتتلوه أمام الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عز وجل ولا تقولوا إلا خيرا. ولقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صحابيا يسأله: يا رسول الله أو محاسبون بما نقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان هو الذي يورد الإنسان الموارد، يورده موارد الهلاك. اللسان يدخل الإنسان النار والعياذ بالله بسبب كلمة. أو تدرون ما الكلمة؟ الكلمة النور، وبعض الكلمات قبور. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في هذا الأمر، وأن نتقي الله وأن نحفظ ألسنتنا من الكلام الذي لا يليق ومن الغيبة ومن النميمة ومن ذكر الناس بالسيء أو السب أو اللعن. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.